السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ نعتذر جدا للتأخير لأن الظروف غير اعتيادية. أنا يعني بشكركم جميعا، والأول عاوز أقول حاجة مهمة جدا جدا. النهاردة يوم استثنائي شوية، ويمكن خطوة يعني من حسن الحظ إن إحنا قدرنا نعملها، إن إحنا بنخاطب مش بس الطرف الآخر، لا، جانب مهم جدا من الطرف الآخر. سريعا برضو عشان اللي ما يعرفش الخلفيات، إحنا كنا بنتكلم على موضوع سد النهضة، وكان في اتفاق بيني وبين الرائد محمد سعد الدين اللي هو ضابط شرطة ضد الانقلاب، وهو شخصية معروفة. وبعدين جالي اتصال من أحد الضباط الجيش السابقين اللي انا كنت اعرفهم كويس جدا، وكانت علاقتنا وديه جدا، واشهد الله ان هو كان راجل يعني بيتحرى الامانه في شغله، وان هو ما بيدخلش بيته فلوس حرام، لكن اختلفنا سياسيا. واختلفنا وتحول الموضوع الى خناق وكده، زيه زي ناس كتير من هؤلاء الناس. وبعدين هو اتصل بيا بشيء يعني من الانفعال، واتهمني اتهامات كتيره جدا تمس يعني ان انا وفائي، وان انا ما بي يعني بما فيها ان انا ما بيتمرش فيا وكده، وشبه يعني معلش انا اسف يعني تحديته. قلت له طيب انت لو واثق من كلامك تعالى اشرح للناس وجهة نظرك واسمع وجهة نظرنا. وبعد مجهود وافق، وانا فضلت لحد اللحظة دي مش مصدق ان هو هيطلع، برغم ان هذا الصديق القديم كان بيتطاول بمنتهى الحريه على القائد الاعلى للقوات المسلحه، لمجرد ان هو مدني وهو مختلف معاه، وهو يخشى الان ان هو يساند او يدافع عن النظام. حتى لو انا ما اقصدش والله هاجمه خالص، يعني انا بالعكس انا بقدر شجاعته، يعني حتى لو هو مش مدي شخصيته، لكن في النهاية أنا أشكره جدا إن هو دخل معانا، وهنسمعه وهيسمعنا. وطبعا الرائد محمد صلاح الموضوع أسهل شوية، عشان خاطر هو يعني آرائنا متفقة مع بعض في حاجات كتير. ومعانا المهندس محمود عبد الغني، وهو قضى يعني تقريبا حياته كلها هنا، وهيحكي على كيفية العنصر المقاتل، عشان هنعرف في الآخر خالص إن تركيبة الجيوش وتكوينها حاجة واحدة، المشكلة هي تبقى بتاعت مين. فأنا بشكركم جميعا، وببتدي دلوقتي وبحيي القائد إيهاب. إزاي حضرتك؟ الحمد لله أستاذ خالد. طيب مش عاوزين النهارده اي نوع من انواع الحساسيه، وطبعا مش هكرر للناس، القائد إيهاب هو ضيف عندنا، واي تجاوز في حقه بشكل مباشر او غير مباشر هيتم الحذف للشخص، لان مهما كان خلافنا حاليا احنا في امام وضع غايه في مش عارف الصعوبه، يعني احنا على مشارف الهلاك. انا بشكرك يا ايهاب باشا، لكن في البدايه خالص عاوز ابتدي من الاول، نظرتك لشخص معترض على دور الجيش، فلازم حضرتك تقول لي ايه الغلط بصرف النظر عن اسلوبي، ايه الغلط اللي انا عملته لما بأدين حكم العسكر، ان احنا نتحكم بعسكر، ايه اللي مزعلك مني؟ اتفضل. والله يا استاذ خالد، انت عارف في الاول اساسا انا قبلت اطلع هذا يعني معزه شخصيه لحضرتك، وانت عارف كده وعارف عارف بيننا والله، معزه وانت عارف شخصيه، متبادلة. بغض النظر عن الخلاف اللي انا كنت اتمنى ان احنا جميعا لما نختلف مهما اختلفنا فيكون خلافنا متحضر شويه، يعني شويه حضاره. انا بعيب بس على الاسلوب، أنا ما بتابعش المعارضة اللي عندكم كلها، أنا يعني بتابع يمكن حضرتك لأن أنت في علاقة بينها، وتقال لي من زمايل كتير الأستاذ خالد بيعمل وبيقول، فدخلت سمعت كام فيديوهات. التحفظ إن حضرتك بتشتم يعني الجيش اللي حضرتك تماما عارف، يعني هسأل حضرتك سؤال عكسي، حضرتك لما كنت موجود بتخدم في أو مش بتخدم يعني كنت بتتعاون مع الجيش، تعاملت مع كثير من الضباط، هل وجدت هذه الضباط ضباط فاسدة مما تعاملت معهم؟ هل كانوا فاسدين؟ هل كانوا خونة كما تقول؟ اعتراضنا على كلمة الخيانة، الخيانة هي الكلمة اللي احنا يعني أنا معترض عليه. طيب أرد على حضرتك، ولا يعني ممكن نخلي بس اسمعك، يعني يبقى السؤال والإجابة سريعة، رتمها سريع. أنا حضرتك على تمام. المستوى الشخصي
تجربتي انا مع معظم الناس اللي هم كانوا معظمهم كانوا مهندسين، كانت على المستوى الشخصي ناس كانوا محترمة جدا، وكان في بينا صداقات كبيرة جدا، وكانوا كتير زيك كده بأمانة والله كانوا ما بيقبلوش على نفسهم قرش حرام. لكن على مستوى الوظيفي الدور اللي بيقدمه الجيش هو ده اللي انا اقصده. انت تعلم ان انا من أسرة عسكرية، هل ما قام به الجيش منذ بداية استيلاء على الحكم سنة 1952 وأودى بينا إلى كل هذا التدهور في جميع المجالات وأولها الحرية، لأن الحرية دي هي اللي منعانا من احنا، هي الحرية اللي منع حضرتك، وأنا ما أقصدش والله إساءة، بالعكس أنا بحترمك جدا، اللي منع حضرتك دلوقتي بالعقل تطلع بصورتك وانت بتدافع عن النظام، وانت حضرتك كنت بتهاجم القائد الأعلى للقوات المسلحة وانت في امان. ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، الفرق بين حكم العسكر والحكم المدني. فانا في النهايه خالص انتوا حضرتك ادواته. انا لما باجي اتكلم وبتجاوز، وارجو ان محدش يزعل مني من الناس، انا مش بتجاوز كاشخاص، انا بتجاوز كوظيفه. دور حضرتك كفرد في القوات المسلحه سيء جدا، وانا مستغرب واحد ازاي بعقلية حضرتك مش مدركه. انتم حاليا الان تحت وطأة الخوف حاطين رقبتنا سندينها لواحد جاسوس بيذبح فينا. دي وجهة نظري، فحضرتك عاوزني اعبر عنها ازاي بتحضر، وانا شفت قدامي ناس بتتقتل من اللي مفروض يدافع عنهم. انا قلت حضرتك وجهة نظري. يعني تمام، انا بس عايز حضرتك تعرف حقوق صغيره عندنا احنا كافراد قوات مسلحه، وحضرتك تواجدت معنا كافراد قوات مسلحه في فتره كبيره. احنا العمل السياسي مش مسؤوليه القوات المسلحه ولا مسؤوليتنا، ولا نعرف فيه ولا نفهم. احنا زينا زي كل الشعب بنعاني لما بيكون في قرارات من الحكومه فيها اي نوع من انواع الظلم، زي القرارات اللي موجوده الايام دي قرارات خاطئه من الحكومه. مش عايزين نخلط بين قرارات الحكومه وبين اللي حضرتك بتقول عليه ان هو حكم العسكر. العسكر ما بيحكمش، يعني احنا مش شايفين ان العسكر بيحكم، لان في وزراء، في رئيس وزراء، في ناس مسؤولين، في مجلس الشعب، القرارات بتطلع من مجلس الشعب نفسه مش من عندنا احنا. يعني حضرتك مقتنع فعلا ان ده مجلس الشعب وان الانتخابات ما فيهاش تزوير؟ يعني حضرتك ما شفتش خالص اي نوع من انواع التزوير؟ اصل انا يا باشمهندس عارفك، يعني سيبك احنا ممكن نقول ايه، نتكلم بس عن الجزء الاولاني. حضرتك بتقول احنا زينا زي اي جزء من الشعب، لا حضرتك مش زيك زي جزء من الشعب، عشان حضرتك اللي بتحمي السيسي. السيسي لا يستطيع البقاء يوم واحد بدون حمايه الجيش، فانت حضرتك غيرك غير الطبيب، غير المهندس، غير الفلاح، غير الصنايعي. فدي نمره واحد. هل هقول لحضرتك سؤال مباشر وعاوز ولا لا، هل يستطيع السيسي الاستمرار في الحكم بدون دعم الجيش؟ الجيش لا يدعم الرئيس كفرد، الجيش بيدعم مؤسسة. لا انا بتكلم عن الرئيس، اي رئيس. يعني احنا عرفنا وشفنا ان هذا الراجل تم اختياره في ظروف، اديك شفتها ازاي، عملوا الانتخابات يوم ما حدش نزل عمل يوم، وهي حالة رعب. حضرتك والله ما تزعل مني، انا اسف، ما تكلمنيش وانت مطفي النور وتنفي ان في رعب، في رعب. فهذا الرجل يحكم بالرعب. انا مختلف معاك، انا متاكد ان هو مش مصري وان هو جاسوس. انت حضرتك مش عارف دي، ودي هنرجع لها تاني، لكن عاوز اقول لك حاجه، هل يستطيع السيسي البقاء دون دعم الجيش؟ عاوز ولا لا؟ عشان نخش اصل احنا الليله طويله، عشان نخش بس لسياده الرائد محمد صلاح بس، حضرتك قول لي لو سمحت، هل يستطيع ولا لا؟ ولا لا؟ حضرتك الجيش بيحمي انتخابات ولا يتدخل في نتائج انتخابات. زي صح، زي الرئيس محمد مرسي كده مثلا، بالظبط كده. الرئيس محمد مرسي نجح في الانتخابات وتولى العرض، لما طلع الشعب ورفض، يعني المشكلة كانت ان الشعب هو اللي رفض. يعني ازاي حضرتك، ازاي بقى نحكم ان الشعب هو اللي رفضه؟ يعني ان احنا، هل الشعب عندكم ليلى علوي والهام شاهين وتيتي عبده وسام المصري يطلعوا في الشارع ويصورهم بتاع وتوزعوا عليهم بونبوني وملبس وشوكولات، ولما يطلع الشعب الحقيقي، الشعب الحقيقي بعشرات الالاف تحت، بعشرات الملايين تحت السلاح وتحت التهديد
تضربوه بالطيارات وتقتلوا منه مره واثنين. اول مذبحه كانت الحرس الجمهوري، بفكر حضرتك اول مذبحه وانتوا بتحدفوا بونبوني على الناس في 30 يونيو، حضرتك ما فيش رقاصه ما نزلتش في 30 يونيو. وممكن يكون الناس مش راقصين، بس انا بقول يعني. وعلى الجانب الاخر حضرتك كان فيه ناس استقبلتوهم بالمدافع، طب ليه ما اديتوش الشعب التاني يدي لنفسه الفرصه؟ انتوا قتلتوا الناس عند الحرس الجمهوري بادعاء ان ده منطقه عسكريه، طب ما انتوا الحرس الجمهوري نفسه كان بيشد الناس تطلع تتسلق القصر الجمهوري. يعني حضرتك معلش انا اسف ان انا بقطع كتير، سلاح الحرس الجمهوري ده معمول لحمايه الرئيس، النادي ده بتعملوا فيه بط وفراخ وجمبري، فلما الناس وقفت قصاد النادي بتاع الحرس الجمهوري انتوا اعتبرتوهم خارجين عن القانون ويستحقوا الموت، بينما القصر نفسه اللي اتعمل السلاح علشانه ساب الناس، وكم وانا عندي صور ضباط جيش بيشدوا الناس عشان يتسلقوا القصر الجمهوري. حضرتك شايف ان ده طبيعي؟ شايف ان ده دوركم؟ شايف ان انتوا قمتوا بحماية الرئيس المدني صح؟ انت او اي حد بيسمعنا؟ حضرتك كان بيحصل الاحداث ايام الرئيس مرسي او الواحد مرسي اللي كان موجود في هذا التوقيت رئيسا للجمهورية، كانت تعليمات الرئاسة هي تعليمات بينفذها الحرس الجمهوري، فالرئاسة كانت ان هي تعليمات ان الشعب محدش يعترض اي حد ولا يضرب الشعب. وقال لكم حركة شدوه طلعوه على السور، يعني الرئيس مرسي رحمة الله عليه طلب من الناس ان لو حد مش عارف يتسلق السور نساعده شوية يا جماعة وكده، ممكن الله اعلم الله يرحمه يعني عمل كده، يعني قال لهم طلعوه يا جماعة، ولا هو حراك المنطق ان ده كان في اطار مؤامرة وشارك فيها القوى الفاعلة القوى المسيطرة على البلد اللي هي كانت وزارة الدفاع. طيب انا هقول لحضرتك حاجة، انا هستأذن حضرتك وهنخش وخرجت طبعا حضرتك معانا، وهنخش للرائد محمد صلاح هنتكلم معاه شويه. وانا يا جماعه مش شايف الشاشه، يا جماعه لو سمحتم مش عاوزين اي، انا مش شايف والله اي تعليقات، اي تعليق مسيء لحد، احنا دلوقتي في ورطه وده اللي يهمني المرحله الجايه، عاوز اشوف هو كفرد كضابط جيش انت شايف الحل ايه، عشان احنا داخلين في ورطه، هل هنفضل نتكلم ونتناقش لحد ما نجيبك ولا لا؟ فحضرتك خليك معايا بعد اذنك. رائد محمد صلاح ازيك؟ تحياتي ليك يا باشمهندس، وتحياتي ازاي للساده حضرتك؟ المتابعين والساده الضيوف، وعلى راسي اهلا وسهلا بسيادتك. اهلا وسهلا. انا عندي مشكله يا ست الرائد محمد صلاح، انا اشتغلت مع الجيش والشرطه نعم. وطبعا بدون حساسيه، طبعا انت يعني انت طبعا حطيت نفسك الحمد لله في وضع مختلف. انا كنت بحس لما بشتغل مع، يعني انا قلت في الجيش اهو قلت بصراحه، كان الناس معظم اللي اتقابلت معاهم كانوا بيتعاملوا معانا باحترام، المهندسين بتوع الجيش، مهندسين الشرطه كان معظمهم بحس ان انا رايح اشتغل في ميدان رمسيس، ان انا ايه لو عملت كده هيجي سارق البتاع كده، وكان علني يعني. انا ايه، انا مثلا اصدقائنا بتوع المهندسين اللي في الجيش كنت اعمل لواحد لو حتى مثلا يطلب مني طلب اعمل له حاجه في بيته لازم يدفع فلوس ويتخيل انت هتجبي عليا ولا ايه. نعم في الشرطه هو بيتعامل اصلا اللي صادفته يعني، وانا اتعاملت مع ناس كتير، انا اشتغلت في كذا منطقه في الشرطه، يعني ايه اللي مخلي ضابط الشرطه يحس ان هو من حقه ان هو، انا اسف مش كلهم طبعا اكيد، عشان انا والدي الله يرحمه كان ضابط شرطه، وكان الله يرحمه يعني وكان منبتنا من حلال الحمد لله، بس بصفه عامه يعني منتشره ان هو من حقه انه ياكل ويشرب ويلبس ببلاش. تمام يا باشا. يعني طبعا هو الفرق بين ضابط الجيش وضابط الشرطه مش في شخص مكون الانسان او ولا حتى اسرته، بقدر ما بيكون معطيات ادوات العمل عند ضابط الجيش وضابط الشرطه. بص الحركه دي يعني هي دي استيكه، يعني هو انت، انا على فكره حضرتك يا باشمهندس بتعمل لنا معسكر هنا بتاع الترى، بتعمل لنا الميز، بتجدد لنا الميز كمهندس، بتتعاون مع الشرطه بموجب اتفاقية. طيب أنا بس محتاج طن الأسمنت اللي موجود هناك ده، فأنت هتقول لي لأ. لو أنا كضابط شرطة هقول لك طيب بص بقى، حتة الحشيش ديت أنا لقيتها معاك، وأنا في إيدي سلطة تحرير المحاضر كضابط داخلي. ضابط الجيش ما يعرفش يعمل الكلام ده. ضابط الشرطة في التاريخ يعني اللي احنا اشتغلنا فيه هو بيكون أقوى بشكل نوعي أو معين في الشارع مع المواطن من ضابط الجيش. ضابط الشرطه انا لو دخلت في معسكر بتاع جيش في وسط ضباط جيش انا هتوه في وسطيهم ومش هعرف اعمل اي حاجه وهبقى عديم السلطه، لكن بره هذا المعسكر بيفقد
ضابط الجيش قوته وكونه قائد ويكومندا ويكومندان والحاجات ديت، وبيصبح في نظر ضابط الشرطه، ده الكلام ده في نظام حسني مبارك، فبيصبح ضابط الجيش مواطن عادي، ما بيفرقش خالص عن المواطن المدني في نظر ضابط الشرطه، اللي هو اكشولي ضابط الشرطه هو مواطن أيام مدني. مبارك فعلا، برافو عليك، ده كان أيام مبارك فعلا. خلاص؟ اما اللي حصل بعد كده، يعني كل حقبة حصلت في ثورة يناير كان ليها ملابسات، وبعد كده المجلس العسكري لما مسك وترست، وبعد كده لما جه محمد مرسي رحمة الله عليه حكم وكان القائد الأعلى للشرطة والجيش، كان في برضه مواصفات معينة لأخلاقيات وأدوات ضابط الجيش وضابط الشرطة. بعد كده اللي حصل في 2013 وهذا الانقلاب العسكري اللي ما يقدرش حد ينكره، واللي هو جاء بجهات فوق سيادية زي ما أنا بأؤكد دائما، مع دعم قوي للثوار في الشارع المصري في ثورة يناير، خلت الناس إنها تبقى الكرة في ملعبها وتحتم على صاحب السلطة فوق السيادية إنه يأمر قوات الجيش المصري بإلقاء القبض على رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك وعلى وزير الداخلية الامبراطور حبيب العدلي اللي هو معروف على مستوى الشرق الاوسط كويس جدا، وحكم طول عمرنا، انا حاسس ان انا من قبل ما اتولد وحبيب العدلي كان وزير الداخليه، وانا راجل داخل على 40 سنه. جميل. اللي ادى الاوامر هو حاجه اعلى من حسني مبارك، مين اعلى من حسني مبارك مثلا؟ معاهم مباحث اسم الويدي. اكيد بيبقى حد اعلى من حسني مبارك اللي هي الجهه اللي سايبه حسني في مكان. اذا الامر ده شيء. الشيء الثاني ما تيجي تتكلم على هذا الانقلاب، ان في ناس ما زالت بتقول لك احنا ما عندناش مشكله، ما عندناش انقلاب، زي بالظبط اللي بيقول لك احنا ما عندناش معتقلين، الله، امال الموجودين دول ايه؟ لا دول حراميه غسيل. حضرتك بتتكلم على مئات الالاف، احنا مش بنتكلم مثلا على 18 ولا 50 حقوقي احنا ودكاترة بنقول. الجامعة، وفيهم دكاترة الجامعة ومعيدين ومهندسين وأصحاب لا لا مدارس لا لا لا، ده بالعكس على وفلاحين فكره. وعمال. يا فندم يا باشمهندس خالد، دكتور الجامعه ده واي مستوى علمي رفيع أحرى بإلقائه في السجون في وجهة نظر الداخلية والحكم العسكري، لأن هم دول. حتى أنا هقول لك على حاجة عشان لا أطيل، في واقعة الأمن المركزي، في أحداث الأمن المركزي كانت في 86 على ما أتذكر، بعد الأحداث ديت، وأنا نفرد لها حلقة إن شاء الله أو لقاء، بعد الأحداث ديت أصدرت رئاسة الجمهورية أوامر بعدم قبول التعليم العالي في التجنيد في الأمن المركزي، لأن كان ليهم الشأن واليد العليا في تحريض العساكر والجنود وزمايلهم ان هم يقوموا بعمل هذا التمرد ضد اشاعات امتداد فتره خدمه عسكري التجنيد من 3 الى 5 سنوات في الاحداث المشهوره ديت، ان شاء الله نتكلم فيها بالتفصيل. اذا مش مطلوب ان انا لما بشوف دكتور الجامعه بحس بنقص، لما بشوف المهندس بحس بنقص. انا ماسك ضابط صاحبي ماسك من الياقه بتاعه احد طلبه هندسه، ماسكين يعني امن الدوله ماسكين مجموعه من 10 او 15 طالب من طلبه هندسه عاملين مسرحيه على مسرح الجامعه لنصره الاقصى وفلسطين في عجاله، فاتقبض عليهم وجم عندنا مركز الشرطه عشان يتم عرضهم على نياب بشكل مش سياسي، يعني تعمل لهم حاجه بس في النيابه الجزئيه. جنائية، جنائية. تمام؟ فواقفين طبعا الساده المهندسين اللي كانوا لابسين بدل علشان العرض المسرحي على مسرح هندسه منوف في المنوفيه، وانا كنت ضابط في مركز منوف ساعتها، لقيت زميلي ضابط المباحث وهو دفعتي كان ماسك واحد من المهندسين، شوف بقى خلي بالك من النقطه دي، ماسكه كده من الياقه كده بيقول له انتوا بقى اللي عاملين مهندسين بقى وجايبين مجاميع في ثانويه عامه. فانا رحت عامل بص بقى الحركه دي، رحت مخبط على دراع الضابط ده قلت له يا فلان بيه يا فلان بيه، فزقيته كده عشان يخف ايده من على ياقه الايه الشاب طالب هندسه وكانوا في رابعه هندسه الكترونيه بتاعت منو، قلت له هو انت، انا بسمع الشباب المهندسين، قلت له هو انت يا فلان بيه ماسكه من الياقه عشان متغاظ منه جاب احسن منك في ثانويه عامه بتنقص عليه؟ اذا مش مطلوب للحكم العسكري بشكل عام ان يكون في حد احسن مني، انت مين؟ انت مهندس بردون يعني العشره بقرش، انت دكتور العشره بقرش، انت عالم العشرة بقرش، يا عم انت جايبها منين ان انا العشرة؟ ده انت العشرة منك انت اللي بقرش. الرشة الأولانية دي تسخين، يعني احنا لسه ما دخلناش في الجد.
فانا طيب دلوقتي خليك معانا كده،